السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام أينما كنتم، أسعدتم مساء بكل خير. أهلا ومرحبا بكم من قناة درمان الفضائية، قناة الحرية والجمال. ألتقيكم في هذا المساء في برنامجكم عزيز السودان، تحية واحترام. هذا البرنامج الذي يعنى بمناقشة قضايا الولايات، نتجه دوما شرقا وغربا شمالا وجنوبا، لكن اليوم نشد رحال إلى الوسط الماهل وهو الجزيرة، لنتحدث في حلقة بعنوان الجزيرة، أموال مهدرة وتنمية مضروبة. ربما يكون هذا العنوان هو مساحة عريضة لكثير جدا من الإشكالات التي تعانيها ولاية الجزيرة، سواء كان آنيا أو كانت مرحلة. معي بصحبتي داخل الاستوديو الدكتور حسن حسين قاسم، وهو رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الجزيرة. مرحبا بك دكتور. مرحبا بقناة الحرية والجمال، قناة المساء أندرمان. مرحب بك، أنت ضيفا علينا هذا المساء، مرحب بك كثيرا. كما ينضم إلي عبر الهاتف تبعنا الأستاذ عبد الرحمن محمد أحمد، وهو مزارع من الجزيرة. أيضا كذلك سينضم إلي عبر الهاتف الدكتور أمير حسين، ناشط سياسي من ولاية الجزيرة كذلك، لنأخذ إفادتهم في كثير من المحاور والقضايا التي يمكن أن نتحدث عنها هذا المساء في ولاية الجزيرة، فكونوا معنا. دكتور مرحبا بك بداية، وأنت قادم من الجزيرة توا، ربما يكون أيام، تحدثنا بعيون القادم من ولاية الجزيرة، هذه الولاية المعطاة، الولاية الزراعية، كيف تركتها وكيف رأيتها؟ أنا سعيد جدا أكون معكم في عزيز سودان، تحية واحترام، وتحية واحترام عبركم إلى كل ساكن الخضراء الجزيرة المعطاة، ودائما كانوا عبر عنها ابتسم أنت فؤاد مدني، فنقول إنه ابتسم اليوم نحن نتناول قضايا الجزيرة وهموم ومواطن الجزيرة. لا شك أن الجزيرة فيها كثير من البشريات وفيها كثير من الآفاق والطموحات والأمال كذلك لإنسان السودان كله ولإنسان الجزيرة نفسها، ولكنها أيضا تعاني مجموعة من التحديات المتعلقة بإشكالات الراهن المجتمعي في أزماته الاقتصادية والاجتماعية كذلك والسياسية، ومثلها ومثل ما مثل بقية الولايات أصابها أصابها ما أصاب الآخرين، يعني كما هو الحال الآن في هذه الفترة بمعزل عن جسد السودان الواحد. يعني نعم، الجزيرة دكتور معروفة إنها هي أرض المحنة، هي لها كثير جدا من الإسهامات، سواء كان في مجالات الفنية الاقتصادية، أيضا في المجالات الرياضية حتى. هل لا زالت تنتج هذا الإبداع أم أثرت عليها هذه السنين ربما؟ الجزيرة الصحة لا زالت تنتج حنينا محنية لكل أهل السودان، وبلد في منتوجها الثقافي ومنتوجها الاجتماعي هي واعدة بكر جدا. ولكن الرياضة سيد الأثيام لم يكن سيدا كما كان، ولا الاتحاد المدني كما كان، ولا جزيرة الفيل كما كانت. والرياضة في ود مدني موجودة ولكنها تعاني بعض الشيء، وواضح انه في ممكن تقرأ هذه الإفادات من ناحية الدوري الممتاز، ان الجزيرة لم يكن لديها ممثلا في الدوري، واحتكرت العاصمة القومية، ولكننا لازلنا ندندن مع محمد اللمين، يعني ليس احمد اللمين هو صوتنا وصوت كل السودانيين. الجزيرة تحتاج إلى ثورة كبيرة في هذا الاتجاه، آمل أن لا يصيبها داء التهميش، لتتحدث عن أنه الخرطوم قد همشتها وهي أقرب نقطة الآن للخرطوم. هذه اللغة ربما يكون شاهدناها كثير في بعض الولايات النائية. الجزيرة لن تتحدث بلغة التهميش، صدقني. الجزيرة لديها ايدنتيتي، لديها هوية ولديها ذاتيتها، وعندها قدرة على المحطة، ودائما بتحاول انها تستقل، وبالتالي ان تنظر لنفسها مركزا مغائرا موازيا للخرطوم. الذين دائما ينظرون الى ان الخرطوم قد همشتهم هم الذين ينظرون ان الخرطوم هي الفوق، لكن الجزيره دائما تنظر الى الخرطوم بشكل ندي، ودائما مواطني الجزيره عندما ياتون الى الخرطوم لا يستطيعون العيش فيها، دائما حنينين الى ود مدني والى قرى الجزيره والى ذلك. بالتالي لا اعتقد ان ثقافه ولغه التهميش مسيطره على ولاية الجزيرة، وإن بدت تدب بين الفين والأخرى في صراعات التي المجتمعية المستحدثة حول الأراضي وغيرها وغيرها، ولكن أعتقد أن الجزيرة لغة التهميش وغيرها
لن تجد مكانها لغتها. إذن دكتور أنت رئيس لقسم العلوم السياسية في جامعة الجزيرة، قسم العلوم السياسية بالضرورة أن تكون هناك يعني نظرة على كافة المجالات السياسية في الولاية. كيف تنظر لمسألة مسار الوسط الذي يعني تزعمه توم هاجو وتحدث باسمه، إن كان هو مسار محل مساءلة أو تساؤلات كثيرة، إنه ما علاقة الجزيرة بالمسارات وبالتفاوض حتى يكون لها مسار في الوسط ويتزعمه توم هاجو؟ والله نحن احترمنا لتوم هاجو ومجهوداته المقدرة. أولا لا شك أن الجزيرة لديها إشكالات، هذه وبعض التحديات الأساسية ولا ينكرها شخص، يعني تحدي على مستوى مشروع الجزيرة، تحدي على مستوى قضايا التنمية، قضايا الصناعة، إذا أنت تريد أن تكون تنهض بمجتمع صناعي وغيرها، لأن الجزيرة كانت مركزا صناعيا في فترات كبيرة جدا، وبالتالي التراجع الذي حدث على مستوى الصناعة وعلى مستوى غيره. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل مسار الوسط هو مسارا وسطا؟ هل يعبر عن قضايا إنسان الجزيرة بمختلف أشكاله؟ الإجابة بنعم، وفي رؤيتنا وقراءتها لملف لا أعتقد ذلك، لأن الجزيرة الجزيرة مجتمع انتقالي، مجتمع فيه بنية بتاعة أحزاب متماسكة، فيه وعي واستنارة متقدمة، وبالتالي ينظر دائما في خلال قضاياه من خلال الدولة، لا يعتقد أن ينظر لقضايا. لذلك قلت لك أن لا ينكفي إلى مسارات لذلك لما تحدثت أن التهميش في ولاية الجزيرة لن يجد مكانه، لأن هذه الولاية فيها درجة من الحنية، وفيها درجة من التعايش، وفيها درجة رغم التباين الموجود، وفيها درجة من احترام القانون. الولاية الوحيدة التي يمكن أن نتحدث عنها ولاية مسالمة. المواطن عندما يتحرك من منطقة إلى منطقة دائما تجده يعني لا يهم كثيرا في حمل سلاح أو حمل شتى أشكاله، سواء كان سلاحا ناريا أو غيره. وبالتالي لإطمئنانية التي سادت في المنطقة، وبالتالي لا تجدهم دائما يميلون نحو احتكام للقانون، والاحتكام للقانون هو ثقافة راقية جدا. وبالتالي الثقافات الراقية التي تستمع إلى القانون ينظر دائما الإنسان فيها لقضاياه من خلال القانون، لا ينظر إليها من خلال الارتماء أو الأداء. وبالتالي الجهد الذي أتوا به في مسارات الوسط سيكون جهدا مقدرا، لكن أعتقد هذه الثقافة كلما اتجهت نحو الأطراف ستجد مركزيتها وستجد مناصرينها، ستجد ذكر، ولكن كلما أتيت نحو الوسط تجد أن هذه لن تجد مناصرين بدرجة كبيرة جدا، وبالتالي هم مجتهدون ويسعون إلى الأداء. وتوم هاجو هو من منطقة السنار، يعني في أطراف الجزيرة في ذاك كده، لكنه على أي حال هو اجتهاد، لكن أصبحت الثقافة السائدة وليست أصلا من أصول المجتمع الجزيرة. ننظر لهذا المسار وننظر للذين يعني اجتهدوا فيه لحين النهايات، ماذا سيحقق للجزيرة، وهل يومها ستجيب الجزيرة أنها فعلا كانت تستحق هذا المسار وحققت من خلاله مكاسب، أم هي مسألة بتاعت ربما يكون بعض البروباغندا السياسية التي جعلت الجزيرة تفتح مسار؟ على كل فلنقفز على هذا، نتحدث عن قضايا سياسية تخص الولاية لأنه لنا الكثير من المحاور. دكتور، مبدأ أن الآن مع ظل الفترة الانتقالية هذه شهدت عدد من ولايات البلاد ربما يكون تدهور، إن لم يكن هو في الإطار التعايش السلمي داخل الولاية، هناك إشكالات مباشرة مع الحكومة الولائية. إذا أخذنا بعض الولايات، خذ مثلا ولاية الولاية الشمالية، هناك بعض الإشكالات الآن موجودة. أيضا بالأيام الماضية تابعنا بعض المطالبات والأصوات التي تطالب بالذهاب الوالي الموجود الآن في الولاية، لأول مرة يكون مثلا إضرام عدد من النيران عبر إطارات وخلافة داخل أمانة الحكومة. كيف تقرأ هذا السلوك مع أخذ مطالب الثورة في الاعتبار، أنه هؤلاء الذين خرجوا من أجل الحرية والسلام والعدالة والمعاش والاقتصاد وهذه المسائل جملة هي لم تكن الآن محل تقدم حقيقي وفاعل في الولايات؟ هل هذه مسألة ممكن تكون هي الأساسية التي أفرزت هذا الصراع وهذا الاحتجاج الذي بدأ يتطور في ولاية الجزيرة؟ صدقني في ولاية الجزيرة الذي ننظر إلى طبيعة الصراع والذي أدى إلى، سجد أن
إجمالي الإشكال الذي سات في ولاية الجزيرة سببه الأساسي هو السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة أو بدرجة الأساسية التي يتبعها الوالي. هذه السياسات فيها درجة من العشوائية وفيها درجة من عدم المصداقية، وبالتالي دائما تحدث إشكالات. يعني أعطيك نموذج، صرح والي الجزيرة أنه سيقفل السوق الكبير فجأة، حصل حراك داخلي وعدم قناعة المواطنين بأن هذه القضية ليست هي القضية الأساسية، أو رغم أن هناك حديث حول أنه الغرض الأساسي الذي طلب أن إدارة الصحة أن توفر مجموعة معينات للناس في 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 الحماية، وفي وهذا جهد مقدر. فجأهم الوالي بقرار إغلاق السوق، هذا الإغلاق لعدم قناعة فجأة السوق فتح بعد يوم الخميس، يعني اليوم الأول، اليوم الثاني بدأت الحركة تدوب، اليوم الثالث، اليوم الخميس كانت القضية انتهت. لأن الاحتجاجات التي خرجت كلها تعبير عن إنه كيف لك أن تمنع المارة أو الاستريح الذين يعملون ثم تسمح للتجار الكبار أن يمارسون نشاط، كيف أن تحرم الفقراء؟ هذه السياسات تؤدي دائما إلى الإضرار. هذا وضح أنه هناك عدم تناغم ما بين القوى السياسية في داخل المجتمع المدني وما بين سياسات الوالي. نسبة لأن الوالي لونيته السياسية دائما يحاول أن يخفي هذه اللونية السياسية، وبالتالي هذه اللونية السياسية لن تؤهله، لأن ليست لديه جذور سياسية عميقة في مجتمع الولاية. لأنه معروف أنه أن إذا أتيت بالوالي ينتمي مثلا إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي، قطعا أن يسجد قاعدة جماهيرية، وبالتالي كل ما كان الوالي لديه قاعدة جماهيرية أعلى، كل ما كانت هذه السياسات تنبع دائما من رأي الجماهير، وكل ما كان الوالي دائما أقلية سياسية في داخل الولاية دائما تؤدي هذه السياسات إلى التمزق، وبالتالي الوالي وقع في مأزق كبير جدا. هذا المأزق مع العجز المالي، هنالك تحديات كبيرة لحكومة الولاية نفسها، هذا لا ينكره أحد. يعني حكومة الولاية تواجه إشكالات مالية كبيرة جدا لتوفير الخدمات لمواطن الولاية. عندما تعجز الولاية ولسبب من الأسباب، بسبب المركز أو بسبب توفر الإيرادات وغيرها، ستتجه إلى شنو؟ إلى انسحاب التدريجي من الخدمات، وهذا يزيد من سخط من غبن المواطن تجاه الولاية. ودائما بكل تأكيد هذا يكون دائما عكس الأهداف. الأحلام شيء، والأهداف التي أتت من الثورة شيء، والواقع شيء آخر، والواقع دائما يحكمه ظروف موضوعية. هذه الظروف الموضوعية لم تتوفر، أعتقد أنها إن كان مفترض أن يكون منصب الوالي هو منصب يعني يراعي العدالة لكل المواطنين الموجودين في الولاية، هو لا ينبغي لا يتأثر إن كان هو من حاضنة سياسية عريضة أو من حاضنة سياسية يعني محصورة الوجود. كيف تترجم ذلك؟ تترجم ذلك من خلال السياسات. نعم، من خلال السياسات. وإذا عندما ربما يكون يعود هذا الأمر دكتور إلى غياب المؤسسات التشريعية ربما في الولاية هي التي يمكن أن تدعم. هذا واحد من الإشكال الرئيسي. الآن في ولاية الجزيرة لا يوجد مؤسسية بالشكل المطلوب، وبالتالي هناك ربط. يعني القضايا حول الفصل ما بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، هذه المسألة حصل فيها الربكة، حصل فيها إشكال كبير جدا، وبالتالي أصبح الوالي هو المشرع وهو المنفذ، وربما إن لم يكن هو السلطة القضائية نفسها التي تمنح لنفسها السلطة، وبالتالي احتكار السلطات مع قيام يؤدي دائما إلى هل يمكن أن يكون وهذا مرتبط بقضايا الفترة الانتقالية كلية. هل يكون ممكن أن يكون مرجع هذا الأمر أو هذا التدهور تحديدا هو التباين الذي يجري في حاضنة الحرية التغيير نفسها على مستوى المركز ومن ثم على مستوى الولاية أيضا؟ ربما يكون هناك عدم انسجام حتى بين هذه الحاضنة السياسية، وبالتالي لا يخرج عنها برنامج واضح ولا رؤية متفق عليها. بكل تأكيد زي ما قلت في بداية الحديث أن ولاية الجزيرة مرتبطة ارتباط وثيق جدا بما يحدث دائما في المركز، وقضية إكمال هياكل السلطة الانتقالية ظلت قضية حاضرة منذ نشأة الثورة وإلى لحظة الراهنة، وبالتالي لم يتم الوصول فيها
إلى شكل من أشكال. إذا كان السؤال المطروح إذا كان على مستوى المركز الاجتماع الذي يقر. دكتور استميحك عذرا معي تلفون عبر الهاتف. عليكم السلام. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذنا عبد الرحمن محمد أحمد. يا مرحبا حياكم الله غلاة الجرمان القضائية. أهلا مرحبا بك ونحن نرحب بك في برنامجنا عزيز السودان تحية واحترام. هذا المساء نتحدث عن ولاية الجزيرة، أموال مهدرة وتنمية مضروبة، هناك الكثير من الإشكالات وأنت زراعي مهتم بالزراعة تحديدا. دعنا نتجه مباشرة لمشروع الجزيرة، هذه القصة الكبيرة، ماذا يجري هناك؟ نعم، جزاكم الله خير أستاذ. ومشروع الجزيرة هو طبعا الرافد الأساس لخزينة الدولة كان في الماضي، أما الآن مشروع الجزيرة فهو تراب، ونحن الآن في العروة الصيفية وكثير من الحواشات لم تشرب الشرب الثاني. نعم. يعني حتى التمويل اللي كان مفترض يقوم به البنك الزراعي كانت هناك إشكالية وحلت بعد ما الفترة يعني مضت، فترة الزراعة مضت، ويعني كان الناس مستبشرين خير بقيام الثورة لتصحيح بعض الأخطاء اللي كانت موجودة سابقا. نعم. لكن للأسف الشديد الآن المشروع في مرحلة كما نسمي في مرحلة ثبات تام أو موت دماغي. كان في اتحادات هي معنية بأمر المزارع وتم حل الاتحادات، ولا يوجد أي اتحاد بديل أو جمعيات زراعية بالأصح كانت موجودة، والآن المزارع هامد. تحدثت أستاذ عبد الرحمن تحدثت مبدأ عن مشكلة المياه أو مسألة أن لا يستطيع المزارع، ربما يكون هو الآن في السقية الأولى ولم يجد السقية الثانية، ما هي الأسباب التي جعلت المزارع لا يتحصل حتى للمياه؟ هل هناك إشكالات حقيقية في مسألة السقية الزراعة؟ نعم، يعني ما معقول الناس تجيبوا كراكة التطهير بتاع الغنوات، لا يوجد تطهير للغنوات. كانت في شركات بتقوم بالتطهير، الآن تم إغلاق كل الشركات واعتمدوا على المكون بتاع مشروع الجزيرة، وهي آليات بسيطة لا تستطيع أن تنتفي بالغرض المطلوب، بالإضافة إلى كميات المياه غير كافية. نعم كميات المياه الجاية من الخزان غير كافية، حتى وجز المياه ما في المعلومة اللي بيستوعب هذه الكميات. يعني كل الغنوات الآن الرئيسية والغنوات الفرعية كلها يوجد بها طمي ويوجد بها مسكيت ويوجد بها أحشاب ضارة. إذا دعني أشارك معي الدكتور حسن حسين قاسم داخل الاستوديو، ودعني أداخل بينكم وبينه. دكتور، هذه واحدة من المشاكل الكبيرة جدا الآن، مشروع الجزيرة بكل هذا التاريخ بكل هذه القيمة الحقيقية لهذا المشروع، الآن هناك أمور الشكوى بأنه في حواشات لا تجد الماء، حتى بعض منها يمكن يكون أن حرقت جميع المحصولات التي يعني توجد عليه. بداية كيف تقرأ هذه المسائل؟ مشروع الجزيرة أنا شاكر له على هذه المداخلة ونأمل أنه أن تتوفر المياه يعني في، لكن هناك تحدي حقيقي صراحة في مشروع الجزيرة. خلينا نتحدث بكل وضوح وصراحة، هناك بجانب الإشكالات السياسية المتعلقة بقضية ملاك الأراضي وقير وصراع ما بين أهل الكنائس بقضية ثانية خلية، لكن الآن هي في قضية العروة الشتوية. العروة الشتوية هناك إشكالية رئيسية. الإشكال الرئيسي أنه لم يحدث تأهيل لقنوات الري، وبالتالي عدم تأهيل قنوات الري يعود إلى عدم توفر الأموال، وإشكال إداري ما بين الصراع ما بين إدارة الري وما بين مشروع الجزيرة نفسه، صنع إدارة جديدة سميت إدارة الري، وهذه خلق إشكال جديد جدا ما بين تأخر المياه مع تأخر التمويل، أخرج العروة الشتوية من مضمونها تماما، وبالتالي المزارع الآن كل الأموال التي صرفها في أجل التحضير وفي أجل في ظل انسحاب الدولة من أجل الحفاظ على منتوجه في العروة الشتوية تفاجأ تماما أنه لا توجد مياه. مش الشربة الثانية، الآن الشربة الأولى ذاتها تأخرت من ميعادها أكثر من
مرتين ومما وبالتالي تأثر على المراحل. الذين أخذوا الشربة الأولى عندما جاءت الشربة الثانية تأخرت الشربة الثانية، وكل هذا سيؤثر مع غياب مدخلات الإنتاج، مع تنصل البنك الزراعي من مهامه الأساسية، أو عدم توفره بشكل أو عدم، لأنه يمكن أن توفر المدخلات ولكن لا تؤثرها في الزمن المحدود أو في الزمن المطلوب. المسألة دي دائما تغاز بأوقات وتواريخ محددة مرتبطة بال... إذن دعني دكتور أعود أيضا للأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن هل تسمعني؟ أسمعك نعم. أستاذ عبد الرحمن، الآن هناك زيادات كبيرة جدا ربما يكون في أسعار الكهرباء شهدتها البلاد هذه الأيام، أريد أن أتحدث معك، ما هي الآثار التي يمكن أن تعود الآن سالبة على المشاريع الزراعية في حال ارتفاع فاتورة الكهرباء؟ وحدثنا عن البدائل، هل يمكن من المزارع أن يجد بدائل لهذه المسألة؟ هل هناك كهرباء مدعومة؟ هل هناك إعفاءات للمزارعين؟ ماذا يجري في هذا الاتجاه؟ طبعا يا أستاذ، أنا أشكر الدكتور، يعني كلامه كان واضح، وأضيف له أن التحضير الفدان بتاع الدكسي بس ب3000 جنيه. التحضير. أما بالنسبة للكهرباء طبعا بتأثر هي المشاريع النيلية المكهربة، المشاريع النيلية المكهربة اللي هي بتتجيل الخضروات والفواكه والأشياء دي. نعم. يعني دي فعلا لها تأثير بالغ، لكن التأثير الأكبر على مشروع الجزيرة هو زيادة الجزيرة المحروقات. الآن الفدان الواحد في 3000 وما في إنتاجية، يعني الآن أي مزارع الآن إلا ما رحم ربي في مشروع الجزيرة معرض للسجن. أول حاجة الشتاء زي ما شايفه بسيط جدا جدا، ما في شتاء. نعم. الشتاء كان المياه غير كافية، بالتالي إنتاجية حتكون ما في إنتاجية، ونحن دولة زراعية. أنا ما عارف يعني الموية بتاعتنا بتمشي مصر، فإذا الموية بتاعنا نحن ما قادر نستهلك القصة بتاعتنا للأسف الشديد، وموايتنا بتمشي لمصر. نحن عندنا في منطقة تجديد الثورة 3000 فدان من المشاريع الخلوية، جاء أمر من وزارة الزراعة وقعدنا مع وزير الزراعة، وزير الزراعة رد الدمار الشامل، للأسف الشديد ناقشناه، ومشاريع 3000 فدان كانت بتشرب المشاريع من عهد النيل ولا أقوال للناس تمليك، ودخلوا فيها دواجن ودخلوا فيها أشياء كثيرة جدا، وأسماك وتربية مواشي وألبان. الآن المشاريع دي يعني الموية وقفلوا منها المواسير وردموا الغنوات. أنا ما بعرف الدولة بتتجه لوين، يعني حتى دولة زراعية المفروض تشجع الزراعة، مخرجنا الأساسي الزراعة. نعم. ما عندنا مخرج ثاني. مشروع الجزيرة مدمر الآن، موية ما في، تحضير جيد ما في، أسمدة جيدة ما في. يعني يا ريت نرجع للعهد الاول، ولا تنسي في يعني في طور المكنه الزراعيه في الدول اللي حوالينا شغالين بالمكنه الزراعيه، شغالين بالمكنه الزراعيه الناس. احنا الان موية ما قادرين نوفرها، يعني بالتالي انه البلد ما حتتقدم لو ما اهتمينا بالزراعه. دعني اشارك معي دكتور حسين. دكتور حسين، في ظل هذه الاشكالات السودان الان يتجه نحو الزراعه نحو الانتاج، حينما تصبح في أكبر مشاريع الآن البلاد مثل مشروع الجزيرة هناك معاناة كبيرة جدا. الآن هناك حديث عن أنه الزيادة التي طرأت في الوغود لها مردود مباشر على عملية الزراعة، التحضير، هذه المسائل، الكهرباء. ألم يكن من الأجدر أو من الأفضل أن يكون هناك مراعاة لهذه المسائل، المشاريع الزراعية نفسها، أن يكون هناك وغود ربما يكون مدعوم أو سمه بأسعار أغلى من الأسعار العادية، أن يكون هناك أيضا مراعاة لمسألة الكهرباء، حتى مسألة التقنية الزراعية والمكنكة وهذه المسائل؟ إذا أرادت فعلا الدولة فينا تتجه نحو الإنتاج كما هو الحال الآن، ومشروع الجزيرة هو سلة غذاء السودان، هذا الحديث يتناقض مع الفلسفة السياسية التي تتبناها الحكومة بشكلها الكلي. الحكومة بشكلها الكلي تتبنى روشتة البنك الدولي، وبالتالي أي حكومة تتبنى روشتة البنك الدولي عليها أن ترفع يدها من الخدمات التي تقدمها. الآن في ظل هذه السياسات لا تستطيع الدولة أن تقدم تدعم الوقود، لا تستطيع أن تدعم الكهرباء، لا تستطيع أن تدعم أي خدمات بشكلها الموجود، وبالتالي تسعى تتجه نحو تحرير هذه الأشياء جزئيا تدريجيا إلى أن تصل مرحلة التحرير.
التحرير الكلي. هذا سينعكس بكل تأكيد على الـ 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 الإنتاج على زيادة تكلفة الإنتاج. يعني الذين يتحدثون حول تكلفة الترحيل بالإضافة إلى تكلفة الكهرباء، يعني حتتوقع أنك حتشتري كيلو الطماطم بكم، أو تشتري ملوة البصل بكم، أو تشتري، يعني لا حال تتخيل أن يكون ربع العيش في ولاية مثل ولاية الجزيرة ربع العيش بألف جنيه. وبالتالي معناتها نحن نتجه الى حاله كارثيه من الى مجاعه في ارض الجزيره. الى مجاعه في ارض الجزيره ناهيك عن نتحدث عن وبالتالي هذه السياسات يا ينبغي ان كانت تكون سياسات دعم الانتاج، او لكن طالما انك تتجه نحو سياسات التحرير لا يمكن ان تدعم اي سلعه من السلعات. وبهذا سينعكس ليس على مواطن الجزيره فقط، انما سينعكس على كل مواطن بصفه عامه. هذه اشكاليه حقيقه احنا نرفعها الان على الهواء مباشره من هذه الطاوله من برنامج عزيز السودان للحكومه الانتقاليه الاتحاديه وحكومه الولايه نفسها، في انه هذه اشكاليات الان كبيره جدا تقعد المزارع عن الانتاج والانتاجيه. والسودان الان بلد انتاج، نحن نعاني الان من اشكالات. استاذ محمد لك ان تحدثنا ايضا، هناك مشكلات كبيرة جدا الآن في مسألة الطرق ربما في ولاية الجزيرة، في إشكالات في المعاش والاقتصاد بصفة عامة في الجزيرة. هناك بعض المشاريع ربما يكون تحدثنا في بداية الحلقة أنه أموال أهدرت في مشاريع، وربما يكون هذه المشاريع هي عبارة عن تنمية مضروبة. هل لكم أي ملاحظات في هذا الاتجاه؟ نعم، وبرضو أشكر الدكتور، يعني برضو كلام طيب. نعم. والناس هدف الأساسي الإصلاحي. نحن الآن عندنا يعني طريق خرطوم مدني وهو باسم كلاب السودان وسريان حي للمواصلات، بياخذ رسوم للأسف الشديد رسوم تحصيل في كل محلية. الآن من عند الحكومة السابقة وحكومة الثورة الآن للأسف الشديد ولا متر بتاع اسفلت ما تفتى في هذا الطريق. طريق كل حفر. أما إذا نظرنا إلى التنمية التي تمت في مدني وحواضر ولاية الجزيرة فهي تنمية مضروبة. أنا قريب جدا من مدني وقاعد أذهب لمدني في فصل الخريف. نعم. والله الآن كل الطرق ممكن كاميرا التلفزيون قناة أم درمان الفضائية يذهب إلى الطرق التي صرفت فيها مليارات بدون أي دراسة، وما كان هناك مناقصة، بل كانت شركة أعلم أن هناك شركة صينية ويمتلكها الوالي السابق جايب صينيين ومسكنهم في مدني، وفي حين هنا في كفاءات سودانية، شركات كفاءات سودانية بتعمل العمل. المهندسين كانوا مشرفين كلهم مهندسين ما عندهم أي خبرة. والدليل الناتج الآن الطرق اللي هي انهارت، يعني الطريق ده انا عارف يمكن 10 15 سنه نحتاج صيانه. الطريق ده خلال سنه ونص انهارت كل الطرق في مدني تقريبا. طيب استاذ عبد الرحمن، كيف تم استلام هذه الطرق بعد ان اكملتها هذه الشركات وهي تنهار في فتره وجيزه؟ هل لم تكن هي مطابقه للمواصفات في بدايتها؟ وهل عرضت هذه العطاءات على منافسات عامه في الولايه؟ لا توجد عطاءات عامة. وأنا من الناس اللي اختلفت مع الوالي إيلا، معلش أقول الكلام ده، اختلفنا معه عن التنمية المضروبة والتنمية الغير مدروسة. في النهاية دخلنا السجن كويس، لأنه قلنا له جمال الشعب مفترض يكون في تنمية مدروسة. نعم. والمجلس التشريعي لما نحترف على سياسته حل المجلس التشريعي بدون الرئيس، حل الرئيس المخلوع، حل المجلس التشريعي بدون اي مسوغ قانوني. نحن بدورنا قمنا كمواطنين متضررين من الفعل ده، وذهبنا للنائب العام الموجود الان ورفعنا له مذكره بكل المخالفات، حتى المخالفات اللي كتبها المراجع العام احنا رفعنا بها مذكره وحولنا لمدني للنائب في مدني. نعم. النائب العام في مدني. في عهد الثورة أن من أجل الناس قاموا لأخذ الحقوق ورد المظالم. الملف موجود الآن ولم يحرك ساكن.
الملف موجود فيه مليارات مهدر. نعم. بتقرير المراجعة العام. دعني أشرك دكتور حسن في هذا الاتجاه. دكتور، حينما نتحدث عن مشروعات تنموية كبيرة جدا، هي ربما يكون حتى في قيامها كانت مخالفة لمسألة العطاءات التي يمكن أن تنظمها حتى تدرئ هذه المسائل بتاعت الفساد وخلافة، وأن تظل هذه الملفات الآن حبيسة الأدراج، لم تجرى فيها عدالة ولا محاكمات. الكل يعلم أنه ولاية الجزيرة داخل مدني تحديدا عدد من الطرق الآن والكباري هي انهارت قبل أن يتم تسليمها. هناك طرق داخلية الآن تم التبرع بها إلى أطراف ربما يكون أو خارج ولاية الجزيرة. هل غياب الأجسام التشريعية وغياب الحكومة الانتقالية بفاعلية هو جعل هذا العبث الآن يكون أمام الجزيرة ونحن نكون أمام هذه التنمية المتدهورة المطلوبة؟ يجب أن نحدد الفترة الزمنية التي نتحدث عنها. نعم. إذا كنا نتحدث حولها، طبعا الجزيرة دي فيها إشكالات مرت نحن كمراقبين على مرات مختلفة. يعني أيام وجود البروفيسور الوالي الذي سبق أحمد يوسف الزبير بشير كان يهتم بالمناطق الريفية وأهمل مركز الولاية. وهناك صراع ما بين مركز الولاية وأطراف الولاية في قضية التنمية وقضايا الإشكالات الصراعات الطبيعية. ثم أتت فترة الوالي يوسف، ثم جاءت فترة إيلا. إيلا اجتهد كثير جدا ولا يمكن ذلك أن أحدث نقلة نوعية في قضايا التنمية، لكن هذه التنمية التي أحدثها إيلا كانت هناك مجمل أو إجمالي إشكالات داخلية متعلقة ما بين رؤية الوالي وما بين رؤية المجلس التشريعي، وهذا أدى إلى خلاف ربما حتى حل المجلس التشريعي حينها. أحدث تنمية وإشكالات كانت عويصة جدا في مدن لا يستطيع أحد الوصول إليها، استطاع حلها، ولكن الحل لم يكن نتيجة لغياب الشورى ونتيجة لغياب الشفافية بشكلها الكلي، أدى إلى قيام مشروعات فيها إشكالات كبيرة جدا. وهذه المشروعات مع غياب الرقابة عليها ومع غياب المتابعة ومع الإهمال، هذه المشروعات الآن أصبحت كأنها عبء جديد على الولاية. وبالتالي صحيح أنه فيها إشكالات كبيرة جدا. عندما حدث التغيير السياسي في 11 وبالتالي الثورة أتت وتم تشكيل الحكومة الانتقالية وتشكيل، لا يمكن حديث حول هذه في المرحله الاولى. في المرحله الاولى يمكن نتحدث حول تنميه اموال مهدره ويصلح ان يكون عنوان هذه الحلقه، لكن الان لا توجد تنميه نفس اصلا حتى نتحدث حول ان هناك مضروبه او غير مضروبه. هي لا توجد اصلا، لا يوجد، لانه الموجود هو ينهار، الموجود ينهار، وبالتالي في ظل انهار لانه لم يكن مطابق للمواصفات واشكالات التي ذكرها الان عبد الرحمن جزاه الله الخير. وبالتالي الان نحن نحتاج الى، صحيح يا جماعه حفظ سنان، خلينا نكون واقعيين، عندنا اشكاليه احترام المؤسسين. واي والي بيجي واي سلطان بيجي الكرسي بتاع السلطه ده ما بيحترم المؤسسين وما بيحترم المجالس التشريعية، وبالتالي أي يعتقد دائما أن هؤلاء يخالفونه في الرأي هو الشخصي، وبالتالي لا يعتقد أنهم هؤلاء أصلاء، رغم أن المجلس التشريعي الذي تم حله كان مجلسا منتخبا وبالتالي ممثلا للشعب، لا يحق بأي شكل من الأشكال أن هذه إرادة شعبية أن يحلها السلطة التنفيذية. وبالتالي هذا التقول كان صريحا وواضحا من السلطة التنفيذية، وكان ما أحدث شرخا في مجتمع الولاية. الآن نحن نعيش شكل من تلك الأشكال اللي هو تغييب الكلي للمجلس التشريعي نفسه، وبالتالي استمرار السلطة التنفيذية في سطوتها وفي سيطرتها وعدم المحاسبة وعدم الرغابة عليها وعدم. أنا حبست ضيفي كثيرة عبد الرحمن محمد أحمد عبر الهاتف. سؤال غريب أستاذ عبد الرحمن، هناك حديث عن أنه الجزيرة الآن تعيش كثير من الأزمات، بما فيها الأزمات الاقتصادية، وهذه نفسها ربما يكون خلفت بعض الصراعات والمشاكل، صفوف الخبز، عدم وجود الغاز، ربما يكون هناك أيضا حالات ربما يكون للتفلت الأمني داخل ولاية الجزيرة. حدثنا عن هذا الاتجاه، هل الجزيرة مستغرة شأنها شأن بعض الولايات المستغرة أم بها توترات كما هو الحال الآن في ولايات سواء كان
دارفور أو الولايات الجنوبية. والله أنا أخشى على الجزيرة أن هي جزيرة سالمة مسالمة، وجزيرة رحبت بكل المكونات، مكونات المجتمع السوداني. نعم. لكن للأسف الشديد بدأت النعرة القبلية تنتشر، خصوصا بعودة مؤتمر الكنابي. دي حاجة. الشيء الثاني أنه حتى الخدمات اللي كانت موجودة زي ما قال الدكتور انهارت. نعم. الغاز الآن معدوم في ولاية الجزيرة، الجازولين شبه معدوم، صفوف 3-4-5 أيام، يمكن البنزين شوية فيه تحسن. في إشكالية ثانية الآن بدت كيانات تتكون، وأقوى هذه الكيان كيان اللي هو بيسمى كيان الوسط. نعم. كيان اتحادات الوسط اللي هو بيضمن ولاية الجزيرة وبيضمن سنار والنيل الأبيض. عشان الاتفاقية بتاع الجوة، نحن والله ما ضد السلام، لكن نحن مع السلام، لكن الأصل الوسط الآن وما فيه الجزيرة أصبح مهمش، وينظر له نظرة أنه أخذ حقه في التنمية. لكن عمر التنمية ما تجي في حد معين، التنمية دي مطلب مستمر. نعم. متجدد في كل شيء. طيب أستاذ عبد الرحمن، من خلال متابعتكم هل تفتكر أنه مسار الوسط من خلال ما تبعه الآن، سواء كان مؤتمر الكنابي أو خلافه، هو يمكن أن يكون أدخل الجزيرة الآن في إشكالات وفي صراعات لم تكن موجودة أصلا؟ لا، الآن اتحاد الوسط. نعم. هو له رؤية مستقبلية. يعني الكنابي، مؤتمر الكنابي طبعا باحترام لأخواننا وقاعدين معانا. نعم. وساكنين معانا، يمكن في تصاهر وفود بيناتنا، لكن الآن في جهات خارجية بتغذي هذا المؤتمر، مؤتمر الكنابي. الطالب بحقوق ما حقتهم، يعني أنا بعرف في الغرب أنا أتحوى فيه، أنا ممكن أمشي في الغرب أقول الحقوق دي حقتي، ما أقدر أقول كلام زي ده. عشان كده هم الآن بطالبوا بحواشات، بطالبوا بأراضي، والحواشات دي متوارثة من زمن المستعمر، ما من الليله. لها اصحابها ولها ملاكها، اليس كذلك؟ ده نخلي جانب. اما كيان اتحاد الوسط، ده كيان قوي جدا جدا، عنده رؤيه مستقبليه للوسط ككل، بخلاف الجزيره النار، النيل الابيض، الجزيره عنده رؤيه مستقبليه وفوه قيادات فاعله، وان شاء الله حيظهر على الصف بصورته الطبيعيه اللي بتخدم السودان. شكرا لك استاذنا عبد الرحمن. تخدم السودان. نعم. وعيد للوسط حبوب المسلوبه. استاذ عبد الرحمن، نحن شاكرين لك شكر جزيل على مشاركتك معنا عبر الهاتف من الجزيره، وتحدثت معنا في كل هذه القضايا المهمه، لك الشكر ازله. نامل ان نلتقيك ان شاء الله في فرصه قادمه، لك الشكر. شكرا جزيلا. دكتور، ربما يكون الآن هناك كثير من الإشكالات بدأت تنمو في ظل المطالبة بالتيار الوسط. الآن أستاذ عبد الرحمن يشير إلى مزالة الكنابي، ربما بدأت أن تحيي بعض النعرات والصراعات القبلية ربما يكون. فكيف نستطيع أن نوحد الجزيرة بهذا التاريخ وبهذه الثقافة وبهذا الإرث الكبير جدا تجاه الجزيرة وإنسان الجزيرة، واتجاه الوسط كما ذكر الآن أنه هناك طيار للوسط يتحدث باسم الوسط كله من أجل التنمية والاستقرار، كيف نربط بين هذا وذاك حتى نتيح مساحات هنا وهناك لبعض الصراعات؟ طبعا البيئة السياسية هي اللي أفرزت هذا الواقع. نعم. صحيح أن هنالك بعض الإشكالات ما بين في سكان الكنابي ومجتمع الجزيرة، لكن هذه الإشكالات لم تتعدى قضية الصراعات المحلية ولم تصل إلى مرحلة عدم التعايش. هذه مسألة يجب أن ما حدث في مؤتمر جوبا أو اتفاق جوبا أشار إلى هذه النقطة. وعندما جاءت اتفاق جوبا، مسار الوسط تبنى قضية الكنابي وعقد ورشة في قاعة الصداقة وفي قاعة الكشف، وحصلت مطالبات كثيرة جدا، وحصل اتهامات ولقى غير لقى أهل الوسط.
هي جديدة ربما. لب هذه الجديدة. هذه الثقافة وعقدت ورشة في جامعة الجزيرة. وطالبوا في ذلك الزمان بنزع 30% من الأراضي أن تكون لسكان الكنابي. الكنابي. هذه لا تستطيع أي حكومة وكائن من كان أن ينزع ملك حر من مواطن ليمنحه لمواطن آخر. وهذه الأراضي هي وريثة يتوارثها الأجيال. وعندما تأتي إن كنت تتحدث عن أراضي الحكومة فهذا شأن الحكومة وليس شأن سكان الولاية. هذه الثقافة أدت إلى تكوين تحالف الوسط للعدالة والتنمية الذي يتحدث عنه. وبالتالي تحالف الوسط كردت فعل لتيار الوسط ومطالبات تيار الوسط. وهذه الثقافة صدقني هي لغة جديدة على مجتمع الوسط وعلى ولا ينبغي الحديث عن المطالبات بهذا الشكل. ولكن نتيجة لقيام النصير وعدم احترام القانون وغياب القانون أدى إلى ظهور مثل هذه الإشكالات. وبالتالي أصبح التكتل السياسي كمجتمعات للمطالبة بالحقوق هي واحدة من سمات هذه المرحلة. وهذا سيضر كثير جدا بالحقوق الأساسية التي ينبغي الاحتكام إليها واحترامها. لأن الحقوق لا يمكن أن تنتزع هكذا. وإنما وبالتالي مؤتمر التحالف الوسط للعدالة والتنمية أنا كرئيس قسم علوم سياسية كنت متابع للقضايا السياسية لاحظت في ذلك ومتابع يعني تابعت جزء من اهتمامات ولقاءات والتصاعد للدعوات نفسها لتكوين تيار يمثل أهل الجزيرة. ولكن أعتقد أنها لم أنفع كثير جدا لأنه هي مشابهة للواقع ولكنها لا تمثل إنسان جديد. وفي جملة ربما كنت أخر حتى الولاية من بكل تأكيد تلعب دورها الرياضي الموجود ستؤدي إلى ثقافة جديدة لا يمكن. وبالتالي الحل الأساسي هو احترام اتفاق جوبا والتأكيد عليه وحل إشكالات الكنابي من خلال الدولة وليس من خلال المجتمع. وبالتالي أنت تصنع أزمة داخل مجتمع جزيرة لا يمكن أن تحل أزمة بأزمة. وهذا ما أدى إلى الإشكالات الرئيسية التي حدثت في الكاملين وفي مناطق الكاملين خاصة مناطق المالك وغيرها. نعم. وغيرها. وهذه أحداث مؤسفة جدا وهي ستتغذى وستنمو في ظل هذه لأنه كل ما غابت الحقوق كل ما سعى الآخر إلى اغتصاب حقوق الآخرين كل ما سعى الآخرين إلى تأكيد حقوقهم بالتطرف في ظل قياب القانون وفي ظل قياب سلطة القانون. دكتور الولايات الجزيرة ذكرنا بأنه نفس الأزمة التي تعيشها البلاد الآن بصفة عامة هي الآن موجودة في ولايات الجزيرة. لكن ربما يكون في ولايات الجزيرة لحد كبير حينما نتحدث عن قطعة الخبز بعشر جنيه أو ثمانية جنيه في البلد التي تزرع القمح الآن هي مسائل شوية فيها شيء من التعجب يعني. فضلا عن ذلك الآن بدت بعض التعديات ربما يكون من المواطنين على بعض القابات أو الأشجار الموجودة في حال عدم وجود وقود، عدم وجود غاز، عدم وجود الكهرباء نفسها وتذبذبها. إلى أي مدى يمكن أن يؤدي الاتجاه على الاعتداء على القابات بهذه الطريقة السابقة في أنها تؤخذ كفحم أو كحطب للوقود أو خلافه يؤثر على الولاية بصفة عامة؟ وين دور الجهات المختصة في هذا الاتجاه أيضا؟ الحاجة دائما تصنع مثل هذه الإشكالات. والحاجة دائما بتصنع المواطن إلى البحث عن البدائل المتوع. عندما لا يتوفر الوقود عندما لا يتوفر الغاز ستنشط تجارة أخرى. التجارة الأخرى دائما أو البدائل الأخرى وبدائل الغاز دائما هي الفحم. وعندما ترتفع تكلفة الفحم من ناحية ارتفاع تكلفة التراحيل يسعى الآخرين للبحث عن هذا السوق الجديد. هذا السوق الجديد سيكتسب فاعلين جدد لديهم خبرات في هذا المجال. وبالتالي مع توفر القابات مع قياب الرقابة مع قياب
السلطات مع توفر الحاجة تصنع مثل هذه الأشياء، وبالتالي الظرف هو الذي صنع ذلك، وليس هم مضطرون مضطرين أن يدخلوا هذا المضمار، لأنه أصبحت التجارة يعني مثل التجارة التي أصبح هناك عند في الأيام الأولى الخبز التجاري، الخبز المدعوم والخبز التجاري، نشطت ما يسمى بالخبز التجاري أو الخبز الموازي مثل سيجارة الدولار، وبالتالي أنت لن ترغب في توفر التقيف في الصف لمدة يوم أو أن تشتري بيت الآن نفس الثقافة أصبحت متوفرة، العشاء بعشر جنيه، وإذا الصف طويل في ناس بيشتروا بيقفوا في الصف لكن بيجي بيعالج بخمسطار جنيه، وأنت حامد شاكر تكتسب زمنك تشوف، بالتالي نتيجة لغياب شنو الحوجة هي التي تصنع ذلك، لكن هي ظرف استثنائي نعم لن يمر سريعا يعني. وطالع في بعض الأخبار اليوم دكتور أن هناك أيضا شكوى كبيرة جدا من المواطنين في ارتفاع عدد من السلع الموجودة، يعني مقارنة بالخرطوم ومقارنة بالولايات الأخرى، حينما يرتفع مثلا كيلو الفراخ إلى 650، حينما يرتفع طبق البيض إلى 650، في ارتفاع أيضا ربما يكون في أسعار اللحوم حتى في السكر، يعني هذه الزيادات غير مبررة، هل يؤشر ذلك أنه الجزيرة لم يكن بها رادع على الأقل من السلطان، هي حكومة الآن أصبحت بهذا الفشل الزريع بأن كل إنسان يجيب من قال أنها غير مبررة؟ هل تكون مبررة؟ لا أعتقد، لأن إذا قررنا الأسعار مثلا بولايات الجزيرة مثلا بولايات نهر النيل ينبغي أن تكون إلى حد كبير في ظروف مثلا متساوية متوازية، في ظروف تتحكم. الخرطوم نفسه حصل زيادات اليوم يعني حتى الأشياء التي تحدث عنها، وبالتالي صحيح أن القيادة الرقابة يعني هناك عدة متغيرات تؤثر في هذه المسألة، ومن الذي أشرت إليها قيادة الإنتاج وارتفاع تكلفة الإنتاج توفر، بالإضافة إلى التحرير، ثقافة التحرير أو سياسة التحرير بتجعل أن المواطن وبالتالي السوق يتحكم في العرض والطلب، أن قياب كل ما قل العرض كل ما زادت الأسعار بشكل خرافي، وهذه المسألة أيضا مرتبطة بالحالة الذهنية نحو سلوك الدولار، وبالتالي الدولار هذا الدولار ارتفع بشكل كبير جدا في اليومين الفائتين، هذا الارتفاع في قيمة الدولار مقابل انخفاض قيمة الجنيه ستنعكس سلبا على ارتفاع كامل في كل المستويات السلعية، يعني لا تعتقد أن يرتفع الدولار ثم تأتي لتشتري السلع بأقل من المطالب معاه مباشرة سترتفع، والآن كل الآن ملاحظين في من الأسبوع الفائت أو نهاية الأسبوع الفائت هناك ارتفاع مضطرد في قيمة الدولار مع انخفاض في قيمة الجنيه. دكتور أنا يحاصرني الوقت الزمن، معي ضيف آخر أريد أن أخذ معه دقائق. مرحبا بك دكتور أمير حسين ناشط سياسي من ولاية الجزيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم بالخير. عليكم السلام دكتور أمير. تحية لقناة برمان الفضائية. دكتور أمير مرحبا بك، أنا اليوم أتحدث عن ولاية الجزيرة، أموال مهدرة وتنمية مضروبة وكثير جدا من الإشكالات، كان معي داخل الاستديو حتى الآن الدكتور حسن حسين قاسم وهو رئيس قسم العلوم السياسية، أيضا كان معي عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن محمد أحمد وهو واحد من المزارعين في ولاية الجزيرة، تحدثنا عن كثير جدا من النقاط، لك أن تضيف هناك إشكالات الآن تعاني من ولاية الجزيرة تحديدا البنية التحتية في ولاية الجزيرة الداخلية، شهدنا خلال الفترات السابقة كثير جدا من الإشكالات التي يتحدث عنها المواطن، أنت من ولاية الجزيرة ومن حاضرتها مدني تحديدا، بلسان أهلها ماذا تقول الآن عن الوضع العام في ولاية الجزيرة؟ اصطحب معك المعاش والاقتصاد والطرق والبنيات التحتية في الولاية. نعم أخي الكريم، تعلم تماما ولاية الجزيرة الآن عدة مشاكل، البنية التحتية كل الطرق منهارة، السياسات داخل ولاية الجزيرة الآن والقائمين على الأمر تخبط. الآن اليوم تعلم أخي الكريم أنه بدأت المدارس، يعني المدارس اليوم فتحت بالطبع، بالرغم من ذلك وزارة الصحة تعلم بأنه جائحة كورونا هذا خطر يعني كبير جدا، أعداد متزايدة وإصابات متزايدة، حتى مراكز العزل الآن هي ما بتسع المواطنين ولاية الجزيرة، الحالة الموجودة الآن في ولاية الجزيرة وقبل أيام سمعت أنها ولاية الجزيرة اتقفلت، ولكن بنتفاجأ بقرارات غير مدروسة، يعني الآن اليوم التلاميذ نزلوا المدارس وده شيء خطر، وأنا برى إنه القرار غير يعني غير صائب في وقت زي ده،
لان جائحه كورونا هي الان تشتد على ولايه الجزيره. ثانيا يعني هنالك عطش ضارب مشروع الجزيره، هنالك ازمه خبز الان في ولايه الجزيره، ازمه مواصلات، ازمه في الغاز، مشاكل عديده. يعني قبل يومين لاول مره نشوف بانه المواطنين داخل امانه الحكومه بيحرقوا الاساتذه، بيطالبوا باغاله الوالي لانه قرارات غير مدروسه، الوضع الصحي في ولايه الجزيره وضع خطير، عزيمه في الكهرباء، عزيمه في المويه، عزيمه في الخبز. فولايه الجزيره يعني احنا ما قادرين من وين يعني نتحدث بامنيات ومشكله، كلها مشاكل، يعني ازمه في ازمه. فولايه الجزيره الان تعيش في يعني اسوء حالاتها واسوء فتره مرت على ولايه الجزيره. انسان ولايه الجزيره الان يعاني المرين يا اخي الكريم. دكتور أمير، أنت الآن لك علاقة مباشرة بالحقل الطبي بحكم أنك صيدلي تهتم بهذا الحقل وبما عليه، لك أن تضعنا أيضا في هذا الاتجاه، كيف تنظر الآن للبنية الصحية في الولاية فضلا عن ارتفاع كما ذكرت الآن حالات الإصابة بكورونا ربما يكون حتى أدت إلى غفل الولاية، والآن تم فتح الولاية، هل انحسرت الآن هذه الجائحة إلى حد كبير يمكن أن تساعد التلاميذ والطلاب في أن يتحركوا نحو المدارس؟ وهل هناك حتى في خارج أطراف أو خارج الولاية حتى في أطرافها القريبة ربما يكون، كيف تصف الوضع الصحي في الولاية الآن؟ الوضع الصحي تماما، يعني رغم الجهود اللي بتقوم بها وزارة الصحة الجليلة الموجودة في الولاية، ولكن الخطر خطر الآن اليوم وأمس إذا تابعت أخي الكريم بأنه الحالات زائدة، يعني حالات زائدة والوضع خطير جدا، لا يعني لا يمكن أن تصرح وزارة الصحة بأنه الوضع خطير وبيدرك الأسواق في نفس الوقت يعني جينا قرار بتاع فتح المدارس. الآن كل المتطلبات داخل الصيدليات، يعني الأدوية معدومة، الأدوية معدومة. الآن نحن فصيام داخل حتى ولاية الجزيرة حين يعني يجيك روشيت حتى جزيرات في الجروب ويعني تسأل الزملاء وأصحاب الصيدليات بتكون معدومة. يعني الآن في أدوية منذ الحياة موجودة في الجزيرة وموجودة في دكتور دعني أشارك رفوفه الآن خالية. دكتور يعني دعني أشارك معك دكتور حسن حسين من القناة الاستديو. القرار اتخذ اليوم بفتح المدارس، انا بقول واحد في الاثنين، اما يعني ادارتنا في ولايه الجزيره اداره غير مسؤوله او صح يعني هنالك مغالطه. جميل دكتور امير. امير دكتور امير اطلق غراب بفتح المدارس. دكتور امير دعني دعني اشاركك دكتور امير وداخل معي. من وين انت ما تعرف يعني قرارات كلها عشوائيه تخبط، يعني ولايه الجزيره الان يعني احنا ما قادرين نحدد بالضبط يعني اداره نابعه يعني وضحت الفكره دكتور امير. دعني اشارك معك استاذ او دكتور حسن حسين قاسم رئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه الجزيره. دكتور نحن في خواتيم الحلقة، لكن كما ذكرت الآن بمشاركة دكتور أمير دعني أن أتجه صوب الوضع الصحي والبيئة تحديدا. ولاية الجزيرة في فترة الخريف الماضي عانت كثير من الأمطار والسيول وخلافها، ربما يكون حتى تهدمت عدد كبير جدا من الكباري الداخلية، هذه لها أثر. فكيف تقرأ الوضع الصحي والبيئي الآن مقارنة بما تذكر أو تحدث به دكتور أمير الآن من وضعه الصحي انتشار الجائحة أيضا؟ أنا أتفق معه تماما أن الغطاء الصحي في ولاية الجزيرة يشهد انهيار كلي، انهيار بكافة المستويات، على مستوى الكادر الطبي نفسه، والعزوف في التوافر في المستشفيات بسبب جائحة كورونا أيضا. وأيضا البنية التحتية أيضا المستشفيات، عدم توفر الأكسجين وغيرها من الإشكالات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الدواء نفسه، ارتفاع تكلفة الدواء بشكل جنوني، وبالتالي أثر بشكل كبير جدا. إذا استصحبنا أن هذه وإذا الأرقام التي يتحدث عنها حول ارتفاع هاي كورونا، وأن قطعا أن هناك نسبة كبيرة جدا، هناك في عدم مصداقية في النسب الحقيقية أو عدم
يعني توفر بيانات كلية حول مؤشرات الوضع الصحي في ولايات الجزيرة. إذا حدث الأرقام التي تحدث عنها بهذا الشكل، إذا نحن مقبلين على كارثة محققة على مستوى ولاية الجزيرة، أننا الآن أطلقنا الأبناء إلى المدارس، الآن الحياة ستعود إلى طبيعتها في ظل ارتفاع جائحة كورونا. أتوقع أن هذا الوضع سيكون كارثيا، سيكون لديه تأثيرات عميقة جدا على مواطن الجزيرة. صحيح أن فتح المدارس نفسه هو تحدي نفسه في حد نفسه، الآن هذا التحدي سيعقبه تحدي آخر هو فتح الجامعات، فتح الكليات وفتح مع غياب الدواء وعدم مع غياب الكادر الطبي، مع انهيار البنيات التحتية، كيف ستتخيل هذا الواقع أن يكون في ولاية الجزيرة؟ وهذا سيكون بالطبع واقع كارثي جدا، وقد يؤدي بحياة الكثير. دكتور أمير، هل تسمعني عبر الهاتف الآن؟ نعم. الثورة دكتور أمير غام بها الشباب، تحدثوا عن التغيير من أجل الحرية والسلام والعدالة، أيضا ربما يكون من كثير من أجل كثير من المشروعات التنموية خلافة. كيف تنظر الآن بعيون الشباب في ولاية الجزيرة؟ هل هم راضون فعلا عن هذه الثورة وعن ما قدمته الآن وما حققته من إنجاز؟ وما الذي يمكن أن يقومون به في إطار الإصلاح؟ الآن نسمع في كثير من الولايات حتى على مستوى المركز هناك شباب يخرجون ويهتفون ليلا نهار من أجل إصلاح الثورة. مغالطات كثيرة في الإطار السياسي والجانب السياسي عن أن هذه الثورة قد سرقت ومن سرق الثورة، لكن حينما ننزل على مستوى المحليات والوحدات الإدارية والولايات نبحث عن أين هذه التنمية وأين الحقوق وأين الاهتمام بها؟ هل ضاع في خضم هذا الجدل السياسي المركزي؟ نعم أخي الكريم، ضاعت أمام الشباب وسرقت الثورة كما يردد الشباب الآن بليل. كل الطموحات وكل كان ما يظهر له الشباب إنه تحدد أحلامهم ثورة، يعني هي دي ثورة مهروة الشباب بدماؤهم، ولكن ضاعت أحلامهم سدى. الآن هم قابضون تماما عن الثورة، ويرتد ليلا نهار يعني بتصحيح مسار هذه الثورة. ما حققت ولا نسبه 1% من اقاويل الشارع واقاويل الشباب. الشباب الان صراحه داخل ولايه الجزيره غاضبون تماما من الثوره ومن حكومه حمدو. ما حققت طموحاتهم، الان بيطالبوا باغاله الوالي، بيطالبوا بتصحيح مسار الثوره. دروا انه لما الثوره ضاع، بيروا انه كل المطالب اللي جمعتها الثوره، حريه سلام عداله، لا توجد الان حريه، لا توجد، ما في عداله، ما في سلام، ما في تنميه. وهم الان يعني ليل نهار طالعين مظاهرات في ولايه الجزيره. يعني قبل كم يوم المزارعين يعني اغلقوا طريق بتاع سنار، ابرموا النار داخل امانه الحكومه الشباب، ولا زالوا هم بيطالبوا بإغالة الوالي. يعني حتى اللي بيقولوا انه الوالي ما حقق طموح الثوره، هو بيحسبوه الان رغم انه هو يميل لليسار، ولكن يحسبوه ويقولوا انه هو الان هو بنفس النظام السابق. شكرا لك جزيلا دكتور امير حسين، ناشط سياسي من ولايه الجزيره، على افادتك معنا ومشاركتنا في هذه الحلقه. نحن نشكر لك هذه المشاركة، ونأمل أن نلتقيك إن شاء الله في مساحات قادمة. شكرا جزيلا. أشكر قناة بنوفا القضية يعني هذه السامحة، وأشكر ضيفك الكريم وجزاك الله خير. شكرا لك دكتور. نلملم جامعة الجزيرة، هذا الصرح العملاق الكبير وأنت جزء الآن منه، تنتمي إليه وأنت رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة. لا يمكن أن نتجاوز جامعة الجزيرة كصرح تعليمي وكيان كبير جدا الآن. ما الذي يمكن أن يلعبه هذا الكيان في ظل الوضع المضطرب الآن في ولاية الجزيرة؟ إن كانت هناك جهة وحيدة تعمل من أجل إصلاح الواقع المأمول في جامعة الجزيرة هي جامعة الجزيرة. وتجاوز حتى، وهذا السلوك يمكن أن ينظر إليه في سلوك في الشخص السيد مدير جامعة الجزيرة، الذي يجتهد دائما حتى يتبنى دائما مشروعات هي ليست لديها علاقة أصيلة بجامعة الجزيرة، ويجتهد دائما في تقديم حلول لواقع الجزيرة، ويجتهد دائما. وحتى هناك اتهامات طالته كثيرا جدا أنه أهمل جامعة الجزيرة لصالح عمل السياسية وتعقيداتها وكذا، وهذا الاتهام ظل يلاحقه
وهذا صراحة لاهتمامه بواقع الجزيرة ولسعيه إلى تقديم إصلاحات في ولاية الجزيرة، ولكن الواقع أكبر من ذلك بكثير جدا، رغم أن الجهود اليد الواحدة ما بتصفق، لكن جامعة الجزيرة تجتهد أن تقدم، هي مهمتها استشارية وليست مهمتها تنفيذية عليها. هناك جدل دكتور في الشهور الماضية تابعناه عن مسألة الدكتوراه الفخرية وخلاف الدرجات العلمية، هذه المسائل نريد أن حينما يعني نربطها بالواقع السياسي كيف نقراها كأمانة علمية ولا كواقع علمي؟ هل كل هذه المسائل ينبغي أن تسقط عليها الإسقاطات السياسية أينما تبدلت الأحوال؟ ربما جامعة الجزيرة قدمت رؤية في هذا الجانب، أعتقد أنها كانت لم تكن موفقة في هذا الجزيرة، لأنه هذا سيؤثر مستقبلا على سمعة جامعة الجزيرة العلمية، وأن المركز هو جهة من المعاهد المحتملة داخل جامعة الجزيرة، هو تابع لجامعة الجزيرة واتبع كل اللوائح والنظم منح الدرجات، وبالتالي منح الدرجات لجامعة الجزيرة لا تمنح بشكل تعاطفي أو بشكل شخصي، خاصة إذا تعرض الطالب لهذه الدكتورة ليست فخرية هذه الدكتورة ليست هي دكتورة، هذه درجة الماجستير هي درجة بتاعت ماجستير هذا الطالب نالها عن استحقاق وعن جدارة، وأشرف عليه أساتذة أكفاء داخل جامعة الجزيرة، لكن التقديرات السياسية ولظروف السياسية نوعا ما وهذه تقديرات المدير وطاقم الذي يدير، لكن ليست لديها علاقة بقضية الأمانة العلمية أو من عدمها أو من ده، وإنما هو عندما أشار إلى ذلك أنه استلهم قضايا الثورة أو استلهم روح الثورة، ولكن ينبغي أن تكون روح الثورة في العدالة وليس روح الثورة في هضم حقوق الآخرين. يعني أنا تابعت اليوم عدد من ربما يكون بعض القرارات التي صدرت من مجلس أساتذة ومدير الجامعة تحديدا في جملة ترتيبات لعام 2021، منها ما هو مختص بمسألة هيئة التدريس، التقنيين، الموظفين، النقابات، حتى البنية، حتى متابعة الكليات واستمارات لتقييم الأداء، كأنما جامعة الجزيرة ولدت اليوم. هل هذا يؤشر أنه فعلا هذه الجامعة في السابق يكون لها أي أسس؟ لا، هذا ليس صحيح. إدارية ربما؟ لا لا لا، هو بس فقط السياقة كانت فيها إشكالية في لكن جامعة الجزيرة منذ إنشائها أنشأت بنظام أساسي، وهذا الأنظمة الأساسية أي معهد أو أي كلية أو أي قسم أو أي وحدة من وحدات تنشأ بنظام، وهناك نظام متبع يعني ويمكن أن يرجع إليه تحت أي لحظة من اللحظات من على هيئة تشريعية المحتملة داخل جامعة الجزيرة، هو مجلس الأساتذة ومجلس وبالتالي كل هذه الأشياء موجودة. الذي حدث هو تطوير أو تحديث في الأنظمة النظم واللوائح، وهذه النظم واللوائح كانت موجودة، كل الذي حدث فقط هو تطوير فيها، والتطوير سنة طبيعية وسنة، ولكن السياق جاءت كأنما هذه الأشياء ولدت اليوم. أو جامعة الجزيرة منذ إنشاء 1975 كانت راهدة في مجال اللوائح والنظم والمؤسسات، ولا يستطيع أن ينكر كائنا من كان أن جامعة الجزيرة لديها لوائح صارمة ولديها أسس محتمدة ولديها أشياء لا يمكن تجاوزها، بل تم الأخذ بها في كثير من الجامعات التي نشأت لاحقا، إن استلهمت لوائح ونظم جامعة الجزيرة من الناحية الأكاديمية، من الناحية الإدارية، من الناحية كل الذي حدث هو تطوير في اللوائح، وهذه سنة مشروعة يعني لا غضب فيها. يعني استوقفني تصريح دكتور لمدير الجامعة، هو تحدث عن أنه ستتاح فرص تشغيل لحوالي 6500 من خريجي الجامعة، وبهدف استيعابهم وطاقات الخريجين في المزارع وخلافه، وذهب التصريح حتى من ذلك أنه سيخصص لكل خريج فدانين حتى تستزرع وتكون أرباحها هي مناصفة ما بين الجامعة والولاية والخريج. من أين ستجد جامعة الجزيرة 6500 خريج لكل خريج اثنين فدان؟ 6000 معناته داير لأي خريج فدانين داير كم فدان؟ 13000 فدان. 13000 فدان ربما. السؤال الذي المطروح، هل جامعة الجزيرة تمتلك هذه، هل ولاية الجزيرة نفسها
لديها هذه الأراضي. ربما يكون لها شراكة مع بعض المشروعات الزراعية. الفكرة من حد نفسها ليست فيها إشكالية. كذا خلينا نرجع للفكرة نفسها. فكرة، وهذا الذي قلت لك، أن جامعة الجزيرة تجتهد في أنها توفر فرص وتساعد، لأنه عندما يقيب الآخرين تسعى إلى ردق ما أو تقوم ما قام به مقام. لكن جامعة الجزيرة هي جهة استشارية وليست تنفيذية. ولكن هذا أرادت بهذا الجعل أن تحل مسألة العطاء. لكن صدقني ستواجه مشكلة أساسية في موضوع الأراضي. فكرة إنتاج، اللي هو قيام الإنتاج وتشغيل الخريجين، لأن الثورة هذه ثورة الشباب، والشباب معظمهم الآن عطالة، لا ليست هناك توظيف، ليست هناك. جامعة الجزيرة كأنما أراد المدير أن يقول نحن لدينا سهم في تشغيل الخريجين، سنسعى إلى كذا وكذا وكذا، ولكن هذه رؤية طموحة جدا. نأمل أن تتحقق هذه الأمان الذي طرحها. لا أعتقد أنها ستتحقق، لأن هذه المسألة إذا ربطت بالأراضي صدقني من أين ستجد جامعة الجزيرة 13,000 فدان، والآن نحن نتحدث عن أراضي موجودة ليست لديها مياه، ليست لديها إشكالية بتاعت ري، لديها مشكلة، ولكن نأخذها في سبيل دفع الآخرين نحو تشجيع. نعمل ذلك أن تكون هي واحدة من الجهود التي أن تتكامل عليها بعض الجهود وتصبح هي خطط. نعمل ذلك، ولكن هذا تأكيد لنا جامعة الجزيرة يعني تسعى دائما إلى الإسهام في العمل السياسي الخارجي أكثر من إسهامها في القضايا الداخلية. أنا شاكر لك كثير الدكتور حسن حسين قاسم، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الجزيرة، على ما تفضلت به من يعني إفادات كثيرة ومحاور شتى كانت محل نقاش بيني وبينك. أفدتنا فيها كثير جدا من المحاور والرؤى والأفكار. نأمل أن تتواصل اللقاء بيننا وبينكم في الصباح القريب. شاكرين لكم في قناة درمان، وأنا أحتذر لكل مواطن الجزيرة إن لم أتناول قضايا بالشكل الذي يريدها، أو لم هنالك قضايا رئيسية لم نتناولها، خاصة قضية الكهرباء التي ستظل تؤرقهم. نحن الآن في فصل الشتاء ولا قادمون على فصل الصيف، ستكون هذه مسألة كارثية. نأمل أن تتحملوا ذلك وأن يعني تعملوا مع بعض لتجاوز هذه الأزمات، وأن تتكاتفوا من أجل يعني الخروج من هذه المحنة. وأعتقد أن التغيير هو سنة الحياة. نحن نأمل كثيرا أن نكون في مستقبل قادم أفضل لإنسان الجزيرة ولإنسان السودان كله. وشاكر لقناة الدرع على هذه الفرصة. شكرا لك كثيرا. أيضا أشكر ضيفي عبر الهاتف، كان معي الأستاذ عبد الرحمن محمد أحمد، وهو مزارع من مشروع الجزيرة، تحدث معنا أيضا في كثير من الإشكالات والرؤى الحلول. أيضا شكرا للدكتور أمير حسين، الناشط السياسي من ولاية الجزيرة. شكرا لكم مشاهدي في ولاية الجزيرة في السودان غاطبة على متابعتكم لنا في هذا المساء، عندما تحدثنا عن الجزيرة، أموال مهدرة وتنمية مضروبة. نأمل أن تلاحق العدالة كل هذه الأموال التي أهدرت، وأن تستعاد هذه التنمية لتصبح تنمية حقيقية في ولاية الجزيرة. من عزيز السودان تحية واحترام، هذه تحية لكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم.